Bonsoir. بونسوار، تفضل. ميرسي. مرحبا. هاي ناي، محظوظ اني شفتك. انا كمان، ميرسي. شو عامل اليوم؟ ولا شي مبدئيا. اذا عبالك وعندك وقت خلينا نقعد شوي ناخد قهوة. ايه مش غلط، لما بخلص بحكيك. رح كون ناطرتك. ما حدا بيموت من قلة أو كترة الحب، بس صدقني الوحدة بشعة كتير. بعرف. كلمة حاسة فيك منا مجرد مجاملة، لأني عايشتها وبعرف طعمتها. وإذا كاتيا ما بدها إياك مش يعني نهاية الدنيا، اتركها. أنت قبل كاتيا كنت عايش، بعد كاتيا ما رح يصير لك شيء. حبيت اتطمن عليك واقول لك ميرسي على اليوم. انبسطت قعدنا وحكينا. انتبه على حالك. قال انا جاي اخبرك قديه مبسوطه لانه لقيت الانسان اللي رح احبه ويحبني. بقوم بلاقيك بهالحاله؟ بس وحياتك ما رح ابقى ساكتة ابدا. مشكلتك انك منك راضي بنصيبك اليس. وانت كمان عم تحكي مثلهم؟ مستحيل اشوف شخص واحد بهالدنيا واقف حد وعم بسندني. ما تفهميني غلط وما تفكرين عم دافع عن ادم. شغلي ومعزتي له شيء وصدقت فيك انت شيء تاني. بعدين صدقيني لما قالك انه انا قلبي عليك. بكره الخساره ميا، بكرهها. فهميني وين الخساره؟ ما رح تاخدي تلته للقصر، يعني منك خسرانة شي. شفت انك مش عم تفهميني. لا، فهمانتك. انت بدك كل شي وفوقن بدك تدمريه لقدم البحري. برافو عليك، شاطرة. انا وانت منعرف قدم البحري كتير منيح. صعب ينهزم. رجال صلب كتير وبنفس الوقت قلبه كتير طيب. عم تستفزيني؟ لا، عم جرب عقلك. انا مبسوطه بالجنون اللي صايبني. اصطفله. شو قصه هالشاب اللي عشقتي انتي؟ بتخيل انك بتعرفيه لانه موظف عند ادم. شو اسمه؟ عمر. يمكن بعرفه بالشكل بس ما بيمنع اتعرف عليه. ممكن نعوزه شي يوم. تعوزيه؟ ما يروح فكرك لبعيد. بقصد ممكن عوزه بشي خبرية. إيه لا حبيبتي، هيدا الشاب خلي على جنب، هيدا حصتي. شكلك وقع على راسك شك؟ هيك شي.